الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الإسلام والإيمان والعلاقة بينهما، وندخل بإذن الله في مسائل مهمة جدا في الإيمان. أولا، تكلمنا الأسبوع الماضي عن معنى الإسلام لغة وشرعا، والإيمان لغة وشرعا، والعلاقة بينهما. أشرع في الشرح عن أسأل أولا، الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، أي إذا اجتمع في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر اجتمع في المعنى. بمعنى أن الإسلام والإيمان إذا جاء معا كان للإسلام معنى وللإيمان معنى آخر. فمعنى الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، أي الأعمال القلبية، كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها الكلام بعض كلام، الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقلنا أن بينهما عموم وخصوص، كل مؤمن مسلم ولا عكس. فالإيمان عام في ذاته وخاص في ناسه، وأما الإسلام فعام في ناسه خاص في ذاته. اليوم إن شاء الله نتكلم بالتوسعة عن أقوال أهل العلم والسلف في الإيمان. قلنا أن ابن عبد البر قال بالإجماع أهل العلم من السلف الصالح أن الإيمان قول وعمل، وورد عن الشافعي أنه قال قول وعمل ونية، وعن الثوري قول وعمل ونية واعتقاد، وقال ابن عيينة قول وعمل واعتقاد وسنة. هذا عن ابن عيينة. وقلنا معنى قول أهل العلم قول وعمل، أي قول باللسان وقول بالقلب، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. قول باللسان أن يقول لا إله إلا الله، قال الله تعالى قولوا آمنا بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله ثم تقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يقول باللسان يشهد أو يقول لا إله إلا الله. وأيضا في قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، وما هي؟ لا إله إلا الله. هذا قول اللسان. قول القلب هو الإقرار والتصديق، تستيقن في قلبك أن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي السيد المطاع. وأيضا أن تستيقن في قلبك أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا مستحق للعبادة على الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا شك دخل في قلوبهم بيقين تام، أقروا بربوبية الله وبإلهية الله جل وعلا. وعمل الجوارح وعمل القلب، عمل القلب الإخلاص، هو أصل أعمال القلوب هو الإخلاص. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك في الصحيحين عن الله جل وعلا أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. نعوذ بالله من الشرك ومن أدنى الرياء. وأيضا من عمل القلب التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن أعمال القلوب المحبة، قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
وليس هذا موضع البسط في هذه الأعمال القلبية. وأعمال الجوارح، العمل الثاني عمل الجوارح كالصلاة والصيام، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت أو حج البيت قراءتان، حج البيت أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأعمال أو مجمل الكلام بالنسبة لتعريف السلف للإيمان قول وعمل. الناس بالنسبة لهذا التعريف على أربعة أصناف. الصنف الأول من توفر عنده قول القلب، وجد عنده قول القلب، استقر في قلبه يقينا وجزما لأن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر السيد المطاع الناهي المستحق للعبادة وحده، عنده هذا في قلبه يقين، لكن لم يتلفظ بذلك بلسانه ولم ينقض بجوارحه ولا بقلبه. هذا الصنف معاملتنا له كافر، هو كافر ظاهرا وباطنا، نحاربه لأنه كافر حتى يقول لا إله إلا الله أو يسعد جدا كما أهل الكتاب مثلا، أو إن كان من غير أهل الكتاب فلا خيار عنده إلا الإسلام أو القتل، وفي الآخرة هو خالد مخلد في نار جهنم لأنه استيقن بقلبه وجحد ولم ينقض لجوارحه. أمثال ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول الأمثلة التي يعني تقال في هذا الباب. عم النبي صلى الله عليه وسلم استقر في قلبه يقينا لأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، وأنه يوحى إليه، وأن الله هو المستحق للعبادة، وأن هذا الدين هو أفضل الأديان على الإطلاق، ومع ذلك لم ينقض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقض لشرع الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأنه في ضحضاح في نار جهنم. المثل الثاني الذي يبين لنا أن من استقر في قلبه يقينا بالربوبية والإلهية وصدق بالرسول ولم ينقض له أنه من أهل النار، من؟ الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، فلما سمع القرآن قال لأبي جهل وهو كان خاله، قال يا أبي جهل، قال والله لقد جلست مع الشعراء وليس هذا بشأن، وجلست مع الكهنة وليس هذا بتكهن، وإن ومدح القرآن بالكلمات المشهورة معلومة عنه. فكان أبو جهل يعلم أن هذا رجل يحب المال، انظروا الذي استحب الدنيا على الآخرة وقدم الدراهم المعدودة الفانية على الآخرة الباقية. فقال أبو جهل يا عم أو يا خال قد يعني رجعت من عند الناس وقد جمعوا لك الأموال حتى تتكلم لنا في محمد أو تقول فيه قولا. فقال القول المشهور يعني فكر وقدر، فقدر كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فقال الله تعالى سأصليه سقر، عقابا له. هذا الرجل استيقن في قلبه أن هذا الكلام هو كلام الله، ليس من الشعر في شيء ولا من الكهانة في شيء، ومع ذلك طمس الله على قلبه، طمس بصيرته، نعوذ بالله من ذلك. إذا ختم الله على قلب أحد انتهى أمره، كانت نهايته إلى بوار، ولو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوه أو يهدوا قلبه لن يفعلوا ذلك، لأن الأمر بيد المليك المقتدر. أيضا المثل الثالث أبو جهل نفسه، وإن وردت القصة التي أتلوها عليكم جاءت بأسانيد ضعيفة، لكن أيضا تبين ما لأبي جهل من حقد دخيل وحسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله إني لا أعلم أنه رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم أنه نبي، لكن كنا وبني هاشم، يعني نحن وبني هاشم كفرسي رهان، بنتسابق في العلو والمنزلة والشرف كفرسي رهان، يقولون منا كذا نقول منا كذا، يقول لنا السدان مثلا أو السقايا يقول لنا السدان، فقالوا منا نبي، فأنا يكون لنا نبي، والله لا نصدقه أبدا. وهذا دلال على الحفظ الدفين الذي في قلبه، واستيقن بفتح الرسول، ومع ذلك جابه الرسول وقاتله قتالا عنيفا، ويعني صدق فيهم قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نعوذ بالله من ذلك، استقر في قلوبهم الحق ولم ينقادوا له، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. رئيسهم هو من؟ آخر مثل مضربه، رئيس هؤلاء الذين استيقنوا بالحق ولم ينقادوا فرعون. أبو جهل هو فرعون، فرعون الأمة أبو جهل إبليس، إبليس استقر في قلبه لأن الله أمره أمرا
وهذا الأمر فيه مصلحة له، لكن الكذب والعناد لم ينقذ لله جل وعلا، ويعلم أن الله جل وعلا أمره بذلك ليختبر انقياده لأوامره، لأوامر الله جل وعلا، لا لتشريف، هو طبعا تشريف آدم، لكن الأصل هو الله جل وعلا يكشف المعلوم فيه، كما قال يعني ابن كثير، قال في تفسير هذه الآية التي قال فيها الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. في بعض التفاسير قال ابن كثير: يعلم الله من إبليس أنه يجحد أمره وأنه يتكبر فابتلاه بالسجود. فهذا الرجل أو هذا المخلوق الجن إبليس كان يستيقن بربوبية الله جل وعلا، وكان يستيقن بأن الرسول الذي بعث في الأمة حق، ومع ذلك يغوي الناس وجحد بآيات الله جل وعلا واستيقنتها أنفسها. الصنف الثاني بالنسبة للإيمان صنف أتى بقول اللسان بل وانقاد بالجوارح، ولكن خلا قلبه، نعوذ بالله أن نكون كذلك، ولكن خلا قلبه من التصديق وخلا قلبه من الانصياف، وهؤلاء هم المنافقون. وصفهم الله قال: فهم في ريبهم يترددون، في شك غريب، شك كبير، وإن لفي شك مما تدعون إليه. قال الله تعالى: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هؤلاء لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وين؟ في الدنيا ظاهرا لهم ما لنا. إيش لهم ما لنا؟ الأمان، وإيش؟ عصمة الدم وعصمة المال والغنائم والفيء تقصر عليهم، وأيضا لهم المناكحة منا والتوارث، ولنا المناكحة منهم والتوارث، ولكن في الآخرة هم في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء توفر فيهم قول اللسان، قالوا لا إله إلا الله، وكثير من الناس ممن تتعايشون معهم قد طفح النفاق من قلوبهم ونضح حتى في أعينهم في على ألسنتهم بالكلام. هؤلاء قالوا لا إله إلا الله، بل انقادوا يصلون معنا ويستقبلون قبلتنا ويذبحون كما نذبح ويسبحون كما نسبح وينفقون كما ننفق، وهم في الدرك الأسفل من النار لا يتحكمون إلى الله جل وعلا، وإذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها، لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى. هؤلاء كما قلنا في الدنيا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار، يخادعهم الله كما خادعوا الله جل وعلا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن الله جل وعلا قال في آية أخرى: يخادعون الله وهو خادعهم. الصنف الثالث بالنسبة للإيمان الذي هو قول وعمل، أناس توفر فيهم قول القلب وهو تصديق، تصديق الإقرار، توفر فيهم قول القلب وتوفر فيهم أيضا قول اللسان، لكن لم تنقض الجوارح ولم ينقض القلب، فقالوا لا إله إلا الله باللسان وبالقلب أقروا بأنه لا معبود بحق إلا الله. هؤلاء هم أهل الاختلاف، هؤلاء الذين ندخل مع أهل البدع المعطرة الداني في الخلاف فيهم، هل هؤلاء يكونوا من المسلمين أم هؤلاء يكونوا من المنافقين أو من الكافرين؟ نرجئ طبعا الخلاف العريض هذا حتى نتكلم عن مرجئة الفقهاء وكيف نرد عليه. هذا الصنف الثالث بالنسبة للإيمان. الصنف الرابع هؤلاء الذين حباهم الله ومنحهم: وما بكم من نعمة فمن الله، منحهم الله قول اللسان و قول القلب التصديق والإقرار، وعمل الجوارح على دخل فيه، وعمل القلب أيضا على دخل فيه. هؤلاء ينقسمون إلى ثلاث، من يقسمهم؟ في آية واحدة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات. نعم هذا هو. العلماء يعني أكثر المفسرين قالوا الظالم لنفسه الذي اقترف الذنوب والآثام ومع ذلك هو مقر بخطيئته ويعمل عملا صالحا، والمقتصد هو الذي أدى الفرائض وترك المحرمات ولم يرتقي بالسنن، والثالث أو الصنف الثالث الذين يعني أدوا الأوامر الفرائض وأيضا ارتقوا بالنوافل المرتقى والنوافل الراتبة وانتهوا عن المحرمات، وفي وسط ذلك يزنون. لكن عائشة، هذا أكثر المفسرين، لكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قسمت التقسيم بطريقة أخرى،
بيان في السابق الخيرات الذي ينفق ويصلي ويصوم وقلبه وجل ألا يقبل عمله عند الله جل وعلا، يعني يخشى من مكر الله جل وعلا. والظالم لنفسه هو الذي يسارع أيضا بالخيرات لكن أقل من الأول، استغفر الله المختصر. ثم قالت عروة أن الظالم لنفسه مثل يومك. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لعروة، عروة هذا من الفقهاء السبعة، عروة من أروى الناس عن عائشة، عروة هذا الذي وقف أمام الكعبة وقال الله، يعني ابن عمر بن عبد الله قال لهم كل منكم يدعو، فقام عروة قال اللهم اجعل الناس تحمل عني الحديث، فحمل الناس عنه الحديث، وكان من الفقهاء المعدودين. وابن عمر كان أفقههم طبعا بالتأكيد، فكان ابن عمر قام فقال اللهم إني أسألك الجنة الخاتمة عشان يكون في الفردوس الأعلى، وقام أقلهم فقها ما أذكره الآن قال اللهم زوجني صفية بنت كذا، أربعة ذكر أربع نساء هم أجمل نساء العرب على الإطلاق، فده هذه سنة هو شيء الشيء يذكر. كنا نتكلم على أن القبلة لا تنقض الوضوء، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عائشة رضي الله عنها كانت تقول لعروة يعني قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه فيذهب يصلي ولا يتوضأ، فضحك عمر فقال أنت، فضحكت عائشة فصمت الفقيه باشمهندس أحمد فلاحي قال هذه سنة لكل زوج على زوجته قبل أن يخرج إلى الصلاة يقبل امرأته ولا يتوضأ، قال هذه سنة لأنه شيء بشيء يذكر بالنسبة لعروة. الغرض المقصود أن عروة رضي الله عنها ضحك في هذا وقال يعني لما تكلم مع عائشة قالت عائشة أن الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، نسأل الله العفو والعافية. نحن في زمن الذي يصلي الفرائض ويجتنب المحرمات دون المكروهات ويقع في المكروهات ويترك النوافل، هذا من أولياء الله الصالحين بحق. يعني احنا أصلا نحتقر أنفسنا أمام القوم الذين سبقونا، نسأل الله جل وعلا ألا يرضحنا أمامهم. الغرض المقصود الصنف الرابع في أهل الإيمان هم المؤمنون الذين توفر فيهم قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب. إن كان خطر عمل الجوارح وعمل القلب في الصنف الثالث أن الناس الذين تركوا عمل الجوارح ولم ينقادوا لقلوبهم هم على شفير هلكة، فلابد أن نفصل القول ما هي العلاقة بين عمل الجوارح وعمل القلب، يعني هذا تفتيح للأذهان حتى إذا دخلنا في الاختلاف نقوى على الفهم. عمل الجوارح وعمل القلب إما العلاقة تباين ما فيش علاقة بينهما، وإما العلاقة تلازم وارتباط وثيق لا يمكن أن ينفك، بحيث أن القلب إذا زال زالت معه الجوارح، يعني إذا زال إيمان القلب زال عمل الجوارح، وكل إناء بما فيه ينضح، إن كان فيه خير نضح بالخير وإلا فلا يكون بالآخر. الدلائل على أن التلازم وثيق بين عمل الجوارح وبين عمل القلب من الكتاب ومن السنة، ثم من أقوال نزيل ذلك بأقوال السلف. أما من الكتاب قال الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما ذكر الله الإيمان في موضع من كتابه إلا وذكر معه قرينا هو العمل الصالح، إشارة على أن الإيمان الذي وقع في القلب لابد أن يصدقه شيء فيه في الظاهر وهو العمل. ولذلك قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا جوه في الداخل مش عارفين كيف مش هنشوفه، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم. التوسل ده عمل ظاهري، ها صحيح عمل باطني، وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الظاهر ومما رزقناهم، كل ده عمل ايه ظاهري ترابط وثيق. وأيضا من الكتاب الأدلة قال الله تعالى فإن تابوا، التوبة هنا عمل قلب لم يكتف الله بذلك، لا لم يرضى بالتوبة فقط حتى يدخل المرء الإسلام، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالله جل وعلا ربط التوبة وبما يظهرها وهو العمل الصالح، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك العلماء قالوا أن الفاسق أو قالوا أن الفاسق لا تقبل شهادته إلا أن يتوب، وكيف تعرف توبته؟ فالجمهور أهل العلم يعني يقولون التوبة بالظاهر إذا استقام مع الناس في الصلوات وإن كان يزكي الزكاة وعلم باستقامة حاله وحسن خلقه، هذه هي التوبة، يعني الأمر الظاهري، مع أن التوبة عمل قلبي لكن لابد الأمر الظاهري يبين ما في القلب. وأيضا جزاء المحاربين، ما هو جزاء المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله؟ تقطع أيديهم، ها أن يقتلوا أو تقطع أيديهم،
هذا هو ذكرهم صح؟ في شيء ثاني مستثنى؟ ايش؟ فإن تابوا ايش اللي يأتي بعدها؟ فإن تابوا من قبل أن تغذروا. والاستغفى العلماء توبة المحارب هذا الذي تقطع يده ويصلب أنصر من الأرض. فاستغفى العلماء توبته كيف صارت؟ ابن القاسم المالكي قال لابد يذهب إلى الأمير. وهذا قول الملكية، لابد يذهب إلى الأمير ويشهر توبته. وجمهور الفقهاء وهذا الراجح أنه يعني يقطن بيته، وكل صلاة يذهب إلى الصلاة، ويقطن خلقه مع جاري أو مع جواره فتعرف بذلك توبته. فهذه التوبة التي هي عمل القلب ظهرت ونضحت على الخارج بقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا قال الله تعالى مبينا أن تشابه الظاهر مرتبط بتشابه الباطن. قال اليهود لعنة الله عليهم لموسى حتى يؤمنوا به، ايش قال؟ لا لا، فرضوا ملتقى، نعم أرنا الله جهرة. وقالوا أيضا لولا أن يكلمنا الله أو تأتينا أن نرى الله جهرة. ايش قال الله تعالى الآية التي بعدها؟ لا الإخوة طلبت الأهل تصحى، ها لولا يكلمنا الله. يا دكتور أيمن فين الفرقات بتاع حضرتك؟ مش حافظها دي ما سمعتهاش من العجمي؟ ها أحسنت، هذا الذي أريده. كذلك قال الذين من قبلهم مثل ظاهر وظاهر، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت، ربط الظاهر بإيش؟ بالباطل. فلما تشابه الظاهر بالظاهر تشابه الباطل بالباطل، وهذه دلالة على أن الترابط وثيق وسنة الله لا يمكن أن تتبدل. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. أيضا قال الله تعالى لتعرف المنافقين، والنفاق ده عمل ظاهر صح؟ النفاق ده عمل إيه؟ باطن، عمل قلبي، فكيف نعرفه؟ كيف نراه؟ قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، بالوجه يمضح من على القلب على الوجه، فراه تقول وجهك وجه منافق. والله أذكر بعض شيخ من مشايخنا يعني سنة عمره في الدعوة، جلس مرة فقال رأيت فيل من الناس مفتي من المفتيين، رأيت النفاق ينضح على وجهه، ينضح، قال رأيت النفاق ينضح على وجهه. فلذلك قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لح المنافق. تعرفه هو شارون ابن لادن زي بعض بكين، ايش ايه الفصل من الاثنين؟ اثنين ارهابيين. ثاني يقول لك طب احنا ناخذ علمنا من رجل يقول الكره الارضيه او الارض كرويه يكفر، ناخذ احنا العلم من هذا؟ والله هذا نفاق بين، والله نفاق بين. او اخر يقوم علنا امام الناس يقول ايش تريدون؟ تحكمون الشريعه؟ تريدون قطع يد الفارق؟ ايه التخلف هذا؟ التخلف ايش؟ ده حكم الله، لا ده حكم الله من فوق سبع سماوات، ده حكم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لو أن فاطمة بنت محمد والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد فرقت لقطعته. لا ده نفاق ينبع. أنتوا تريدون إيش؟ تريدون تجلدون الزمن من الجلدة؟ وحشية وحشية، وهم في السجون بيعلقوا من رجل. والله أنفاري وحشية، أي وحشية. أنا أذكر بعض مشايخنا كان يقول يعني بيختبروا مين يعني أكثر الناس دقة في التحري وكده، المهم أكثر دول جابوا المسألة النفسية، ووجدوا دولة من الدول مسكين يعني هو بيبحثوا عن قرد يعني خف قرد له مميزات معينة. ففي دول قالت احنا وجدنا أثر، اكتفينا أثر، والثاني قال هو مخبأ في المكان الفلاني إن احنا بعد الاستطلاعات وجدنا أثر دقيق له. فدولة قالت من وين أنتم؟ احنا من أمس، من أول أمس أتينا به. فقال من وين؟ وين أتيت؟ فتعالوا شوفوا، فوجدوه مسكين حمار مموتينه، قل أنا قرد. يقول ان هو قرد، يعني قل ان انا قرد. هؤلاء فنسأل الله يغفر الله لنا، يعني هؤلاء الذين يقولون ذلك النفاق ينضح من قلوبهم على وجوههم وعلى ألسنتهم بل على تصرفاتهم. برضو واحد اصلا ضرب يعني حوالي 30 واحد في ألم ضاع من الرجل، والثلاثين واحد قالوا نحن أخذناه، وبعد ذلك الرجل يأخذ القلم عندنا. فين الثلاثين واحد اللي اعترفوا؟ اعترفوا كيف؟ فيعني هم يقولون وحشية وينزلون منزلة هذه الوحشية. الغرض المقصود أن النفاق ينضح من هؤلاء، نعوذ بالله من النفاق، النفاق الذي يظهر في القلب. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. أيضا قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل، يبين
أن الإيمان الذي في القلب أو الكفر الذي في القلب لابد أن ينضح إيه؟ في الخارج. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين هذا الإيمان ينضح على إيه؟ على الخارج، على الخارج. تخضعون لله، تأتمرون بأمر الله، لا تتعبدون لعجل، هذا كفر في قلوبكم. أيضا بين الله جل وعلا الارتباط الوثيق في كتابه بين الظاهر والباطن، وأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. قال: وقد نزل عليكم، وهذه مهمة جدا لأي أخ يستمع لكلمة الكفر أو يستمع لمنكر يظهر عليه، والله الذي لا إله إلا هو إن جلس دون إنكار وإن جلس وإن لم يستطع أن ينكر فلم يولي فهو مثلهم. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره. لما؟ إنكم إذا مثلهم مثلية، إنكم إذا مثلهم. فبين الله جل وعلا أن هؤلاء الذين يجلسون في المجالس التي يكفر فيها الله أو يستهزأ بآيات الله أو يستهزأ بأولياء الله الصالحين دون إنكار، هؤلاء مثل هؤلاء فيه نفس الكفر. لما؟ لأن القلب نضح، ظهر ما في قلبه، راضي ساكت راضي بهذا الكفر فهو كافر. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لذلك استنبط العلماء قاعدة مهمة جدا من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن لم تجد المنكر فذل امشي، فلو جلست فأنت مثله، أنت راضي. إن جلست مع شراب الخمر ولم تنهاهم وتنكر عليهم أو لم ترحل عنهم فأنت مثله، ساقي لهم. إن جلست مع الزناة ولم تنكر عليهم بل ولم يتحرك قلبك غضبا لله جل وعلا فأنت منهم. هذه دلالة من كتاب الله جل وعلا على أن الظاهر يرتبط ارتباطا وثيقا بالباطن. أما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فأشهر حديث هو حديث صحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أحد يذكرني بحديث آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي قال: استووا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اختلاف الإصبع بالإصبع يؤثر في اختلاف القلب، الظاهر يؤثر في الباطن. ولذلك ليش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكفر؟ لأن التشبه بهم في الظاهر يقود إلى التشبه في الباطن. لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: لو وجد منهم من ينكح أمه لو وجد في أمتي من يفعل ذلك. وقد وجد، وقد وجد من كان يطأ أمه. فالغرض المقصود صلى الله عليه وسلم يقول: استووا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لا تختلف بالظاهر، لما؟ لأن الظاهر يرتبط بالباطن فتختلف قلوبكم. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم. فهذه دلالة من السنة أيضا على أن الظاهر يرتبط بالباطن، وأن الإيمان إذا أقر فيه أو أن القلب إذا أقر فيه إيمان لابد أن ينضح على الجوارح. ولذلك قال الحسن البصري: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لابد من تصديق العمل، لو في في القلب سيظهر على العمل، لو ما في إيمان ما في عمل. وقال سعيد بن المسيب: وكثير من أهل العلم يرفعون هذا الحديث، وهو حديث موضوع مرفوعا لكنه مقطوع ولا موقوف؟ موضوع ولا مقطوع ولا موقوف؟ أقول قال سعيد بن المسيب. هو إيش بالضبط؟ هو مرفوع. يعني إيه مرفوع؟ مرتل. هو أقول موضوع مرفوع. يعني إيه مرفوع؟ مرفوع فين؟ رفع. أين رفع؟ يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم كثير من الناس يقولون قال رسول الله، وهو موضوع. الصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب. دخل سعيد بن المسيب رحمه الله في المسجد فوجد رجل يصلي، وطول ما هو يصلي يلعب في رأسه في لحياته ينظر في يده. فقال سعيد بن المسيب: لو خشع قلبه لخشع الجوارح. هم بينسبوا للنبي قال رسول الله خشع قلبه ولا خشع الجوارح، وهو موضوع. صحيح أنه هو مقطوع على سعيد بن المسيب. قال: لو خشع قلبه لخشعت. ربط الظاهر بإيش؟ بالباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة من الأسفار صلى بالناس الفجري، فبعدما سلم وجد اثنين يجلسان هكذا ما صلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألستما بمسلمين؟ ألستما بمسلمين؟ وجه الشاهد وجه الدلالة. الإخوة الأفاضل طلبة العلم،
هو هذا الحديث. سلم فوجدهما يجلسان هكذا، فقال ألستما بالمسلمين؟ ها وجه الشاهد الأول، وجه الشاهد ألستما بالمسلمين. طب وجه الدلالة، ها وجه الدلالة؟ لا لا، هو رأوه إيش ما صلي، فقال هذا ليس بفعل من المسلم في الباطن، لابد يظهر لنا في الظاهر وهو صلاة. فقالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تبين أن المرأة إذا دخل ووجد الناس يصلون يصلي. فقال رسول الله صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتم في رحالكم فصلوا مع الإمام، فدخلتم المسجد صلوا مع الإمام فهي نافلة لكم، فهي فرض له ونافلة لكم. هذا آخر الحديث التي تبين ارتباط الظاهر بالباطن. أيضا من الأمور التي تبين ارتباط الظاهر بالباطن أن الله سمى أعمال الظاهر بالإيمان، فإذا سماها بالإيمان بين أن إيه؟ سمى أعمال الظاهر بالإيمان. أعمال الظاهر، أنا أقول أعمال الظاهر، لا أتحايل عليكم ولا أخطئكم وأنا لست مخطئ بفضل الله. فأعمال الظاهر سماها إيمان، قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم بإجماع المفسرين، وكما في حديث البخاري عن براء الطويل قال إيش هي الصلاة، لما صلوا البيت المقدس خشوا على أنفسهم، إخواننا الذين ماتوا وحولت القبلة حسناتهم، فقال الله جل وعلا مرتبا لقلوبهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمان. أيضا قال المستنى من وضع عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان بالله وحده إيش كلها أعمال ظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله أعمال ظاهرة هذه ولا باطنة؟ إيش أي نوع اللي هي إيش عمل اللسان أو قول اللسان على ظاهرة مهمة، وقال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤوى حج البيت في رواية إلا أن أتوى هنا، ثم قالوا أن تؤدوا الخمس من المغنى، كلها أعمال إيش ظاهرة، وسماها إيمان تؤمنوا بالله وحده. وأي قال صلى الله عليه وسلم أن السنن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، جعل إشارة الإيمان على الرجل أنه يحافظ على الوضوء. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم هو شق الإيمان، وأيضا جعل من الأعمال الظاهرة وهي الأمانة، أمين تأتمن على مالك وعلى نفسك وعلى عرضك، جعل هذه إشارة على الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لا أمانة لا إيمان لمن لا أمانة له. نعم هذه ما نخش فيها، احنا داخلين واخدنا بالتدريج. قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. هل في هذا العصر من تجدونه مؤمنا؟ بمعنى الآخر هو هذه ملازمة حديث حذيفة تفضل، يعني ممكن تستأنس إذا قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. والأمانة أولا أمانة في الدين، الأمانة بينك وبين ربك جل وعلا أمانة. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله ورسوله، لا تخونوا الله ورسوله. وكم منا قد خان الله، والله أنا أتكلم عن نفسي، والله ما أتكلم عن غيري، والله العظيم أقسم بربي ما أكثر اللحظات وأنا أشهد أقول قد خنت الله ورسوله، ولولا لطف الله جل وعلا لنزل بي نازلة، والله ما منا من أحد إلا وقد خان الله ورسوله. وفتش لو فتش في نفسه في نفسي لوجد أنه وجد بدعة لم ينكر، هذه خيانة لله ولرسوله، أو وجد انتهاكا لحرمة من حرمات الله جل وعلا فلم يتكلم عليها أو لم يغيرها، أو لم يدعو الآخر له مسلم في ضيق من أمره، أو لم يتعاون معه على البر والتقوى، والله هذه خيانة لله ولرسوله، أعوذ بالله من ذلك. فالأمانة أمانة مع الله أولا، ثم أمانة مع الرسول، وأي خيانة خن بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى الموالد والرقص والطب وهذه المهاترات يحسبون أن هذه يعني احتفالا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بمن رسول الله، ونحن على سكوت تماما حتى ما ذهبنا للناس وللقوم ننكر عليه، والله هذه خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم منا من ترك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحسب أنه على شيء، والله هذه من خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمانة مع الله، أمانة مع الرسول، أمانة مع نفسك أنك إذا كنت وحدك فلا تخن نفسك وتظلمها فتنتهك محارم الله، هذه خيانة للنفس. إيه أمانة؟ أمانة مع النفس أن تجعل عن النفس قدر الإمكان بتوت الحق تستقيم على دين الله جل وعلا. أمانة مع الغيب، والأمانة مع الغيب قد ضاعت وحدث ولا حرج، وكلنا يعيش في هذه العصور وينظر ويرى من كفيل يهدم حق مثلا مدخوله، أو مدخول يسرق حق كفيله، أو هذه حدثت وكثير من الناس يشتكون بها، والمحاكم مليانة تعج
بهذه الشكات الرجعة وصح أرسلنا وما نصح. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، أمين رب العالمين. فالأمانة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. وأيضا من قول السلف كان يعني بعض السلف يقول من لا أمانة له لا إيمان له. وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة والحياء شعبا من شعب الإيمان. هذه كلها دلائل على أن الإيمان الظاهر يرتبط بالإيمان الباطن، أو أعمال الظاهر مرتبطة ارتباط وثيق بالباطن.